اللي دا تشوفوه قدامكم مو لقطة من فيلم رعب ولا شخصية من الخيال. هذا كان القناع اللي يستعملوه الأطباء خلال وباء الطاعون من سنة 1346 إلى سنة 1353، وكان الناس اللي عندهم الطاعون متلهفين يشوفون هالقناع ويستقبلوا بفرح لأنه معناه إجت المساعدة والأدوية. ومع أنه ما عندنا أي معلومة عن مدى فائدته بالحماية إلا أنه العالم تجاوز هالوباء، فممكن نقول أنه كان فعال بوقتها. خلصنا من الطاعون بس ما خلصنا من الأقنعة، وممكن بسبب علاقة القناع بإنقاذ الناس صرنا مع كل شخصية جديدة من الأبطال الخارقين يطلع لنا قناع جديد. باتمان، سبايدرمان، ديدبول، كل واحد بقناع شكل ويحاول ينقذ العالم بطريقته. الشيء اللي يشبه اللي نسويه اليوم لما كل واحد يحاول يصنع القناع مالته بالبيت ويحاول ينقذ العالم باسلوبه الخاص. فهل صدق نقدر نصنع أقنعة تحمينا من الوباء ببيوتنا؟ وهل نحتاجها اصلا؟ اهلا وسهلا بيكم بالخستخانة هوسبيتال. هواية جتينا اسئلة عن كيف نسوي كمامات او اقنعة ناجحة بالبيت، وهواية انتشرت صور عن ناس اما قاصين قطعة او علبة من الكارتون وخالين فتحات لعيونهم، او جايبين الدبة هاي مال مي كبيرة وقاصيها باشكال غريبة عجيبة. CDC اللي هو المركز الامريكي للحماية من الامراض نشر فيديو توعوي عن كيفية صناعة الكمامة بالبيت. منظمة الصحة العالمية اعلنت انها لا تقدر تشجع ولا تمنع الناس انه يسوون الكمامات بالبيت، بس حطت شروط حتى تكون الكمامة ناجحة وفعالة. بس قبل هالحكي كله، منو يحتاج الكمامة وش وقت؟ اولا العاملين بالمجال الصحي اللي هم اصلا بتماس مباشر مع المرضى. اثنين الناس السليمين اللي هم دا يعتنون بمريض عنده اعراض المرض بالبيت، يعني اكو حجر منزلي، لانه الناس اذا الشخص ما يحتاج انه عنده المرض بس ما يحتاج انه يكون بالمستشفى فيدزوه للحجر المنزلي. طبعا اكو بالبيت ناس ملامسين له يعتنون به بس ما عندهم المرض، فهذول همين لازم يلبسون كمامات. ثلاثة المرضى اللي اصلا عندهم المرض يلبسون كمامة حتى ما ينقلون العدوى لغيرهم. ورابعا الاشخاص اللي رايحين مكانات تجمعات او مثلا طالع للسوق محتاج يطلع للسوق ويعرف انه ما يقدر يحافظ على المسافة الامنة اللي هي 6 اقدام بينه وبين غير اشخاص، فيلبس الكمامة كنوع من الحماية. شلون نصنع كمامة؟ هذا القسم هو ترجمة لفيديو CDC اللي راح نترك الرابط مالته بوصف هاي الحلقة. جيب قماش نظيف، اما خاولي قديم او قطعة تيشرت قديمة او لفاف، وطويها مرتين من النص، يعني من فوق ومن جوا اطويها، وبعدين تحط قطعة لاستيك مثل هذا اللاستيك مال الفلوس، تحطه من الطرف من نانا ومن نانا، وبعدين ترجع تطويهم من الاطراف، وهالشكل صارت عندك كمامة. منظمة الصحة العالمية ما نشرت هالشكل شيء، لكن نشرت مقال شرحت بمواصفات الكمامة الناجحة. اولا تتكون من اكثر من طبقة من القماش. ثانيا تكون قابلة للتنفس من خلالها. ثالثا لازم تكون عازلة لجزيئات الماء. ورابعا شكلها بحيث انه هي تغطي الفم والانف. وخامسا ثباتها على الوجه. فإذا قدرت تسوي كمامة بهالمواصفات فممتاز وعشت ايدك، وإذا لا فاستعمل الكمامة الطبية. بس قبل ما تسوي أي شيء من هاي الأمور، هل الكمامة هي مفيدة دائما لو بيها مساوئ؟ أولا الكمامة ما تغطي عيونك، ومثل ما نعرف المرض ممكن ينتقل من خلال العيون. ثانيا الكمامة ممكن يكون بيها شقوق او مزروفة مثل ما نقول، واذا انت ما تعرف بيها انه هي مزروفة وتستعملها فكأنك ملابس كمامة.
ثلاثة، الكمامة إذا ما تم استخدامها، لبسها وشلحها بطريقة صحيحة ممكن تكون هي سبب بنقل العدوى. وآخر شيء، لبس الكمامة ممكن ينطيك إحساس خاطئ بالأمان، في حين أنه الكمامة ما تغطيك أو ما تحميك درجة 100%. لهنا تنتهي حلقة الخستخانة هوسبيتال لهذا اليوم. إذا عجبتكم الحلقة تفرجوا الحلقات السابقة، وإذا عجبكم برنامجنا اشتركوا ويانا بالقناة. عودناكم.